منتخبان. عمورة يراوغ عمورة، سرعة عمورة، مرور 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 وفرصة وأول ركنية في المباراة، واحد من أسلحة المنتخب الجزائري. كرة طويلة إلى الأمام، هوهو كاد أن يخادع مرماه، كادت أن تكون فرصة خطورة مستمرة. هذا غويري كرة ولكن تحولت إلى الحارس. مباراة الشهيرة، هوهو فرصة الهدف الأول، ضاعت خطأ من الحارس، ما تزال الفرصة. هذا محرز، هذا محرز، عمورة عمورة، هوهو الهدف الأول في الدقيقة 18 يعلنها السريع محمد الأمين عمورة، هدف أول في المباراة. فرحة جماهيرية كبيرة طبعا، خطأ لا يغتفر من الحارس برونو فاريلا. لاحظوا الإعادة في المرة الأولى، حاول أن يتدارك الخطأ. غويري يستقبلها بشكل ممتاز، رياض محرز، عمورة وغويري، عمورة وغويري، عمورة وغويري، ضاعت على غويري، ضاعت على أمين غويري. فرصة الهدف الثاني، لاحظنا التبادل الكروي، واحد اثنين بين عمورة وغويري. سيكون ثر يتقدم حباري من المرور، جاميرو جاميرو، والتغطية رائعة، شوف كيف قطع المسافة تقريبا عشرة أو جاميرو. البحث عن ساميدو ولكن الكرة إلى ركلة مرمى. عوار عوار الهدف له، يا سلام يا سلام على هذه الكرة من أمين غويري، كاد أن يسجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري. كرة عوار استقبلها أمين من اليسرى، هذه المرة يمرر بحثا عن إسلام سليماني وبحثا عن منتخب الرأس الأخضر عمورة، بحثا عن رياض محرز. الآن رياض 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 على أمين، تسديدة قوية، رياض بحث عن الزاوية البعيدة لكن التمريرة كانت ممتازة من محمد الأمين عمورة على المقاس لمصلحته ولفائدة. شوف الإعادة، لم يكن هناك، لم يكن متسللا رياض محرز، الكرة تجاوزت تافاريز وهنا محرز عيد. الآن حسام عوار، عوار عوار، هو هو يا له من هدف ثاني رائع من حسام عوار الذي يسجل أول هدفه مع المنتخب. يا سلام على الهدف، ويا سلام على التمريرة، ويا لروعة التمريرة والهدف بذكاء كبير. عوار هنا التمريرة، هنا التمريرة خلف المدافعين، عوار بذكاء يرفع الكرة، لوب على الحارس، برونو فاريلا يسجل الهدف بطريقة جميلة. يدون حسام عوار أول أهدافه مع المنتخب، يغير اتجاه الكرة إلى حسام أو إلى رياض محرز، البحث عن راسية، الثالث للمنتخب. حسام عوار إذن يسجل الثالث للمنتخب الجزائري، انهيار دفاعي لمنتخب الرأس الأخضر. لاحظوا الإعادة، يقول الحكم مخالفة لروبرتو لوبيز. المنتخب الجزائري كان قريبا من الرابع وليس الثالث. المنتخب الجزائري، شوف هنا اعتقد انه ماندي كان في وضعية تسلل مع بداية اللقطة، اعتقد تسلل في المرة الثانية عادة. عادت للمنتخب الجزائري، أمين غويري بحثا عن رياض، رياض ربما الهدف الرابع، راميز راميز الهدف الرابع للمنتخب الجزائري، الثاني لراميز الروقي مع المنتخب الجزائري في 26 مباراة مع الخضر. راميز الروقي بطريقة ممتازة يصوب بالجهة اليمنى للحارس برونو فاريلا بطريقة
إلى عطال، عطال عطال تصويب هذه المرة بالقدم اليسرى على غير العادة، يوسف يصوب بالقدم اليسرى وليس اليمنى. نتذكر جيدا كيف 5 أهداف، ما زال عمورة يبدع، ما زال عمورة ينطلق ينطلق المساعدة الهجومية وفي التمرير لفارس الشعيب هذه الفرصة المنتخب الجزائري الإسلام، ولكن تمريرات إسلام بعيدة تماما فوق مرمى توسط ميدان كارا غومروك التركي الذي يحتل المركز 16 في الدوري التركي، بينما هنا هجمة مرتدة رائعة رائعة ممتازة، التغطية من محمد الأمين توغاي الذي دخل بديلا لعيسى ماندي، لكن قبل ذلك كانت فيه راية. ركنية منفذة في القائمة الثاني بالرأس الاستقبال سدها ماندريا أم استدامت بالعريضة، سدها ماندريا بشكل ممتاز، الرأسية كانت من المدافع روبرتو لوبيز. في القائمة الثاني مباشرة لاحظوا الإعادة منفذة من جاميرو ثم مراوغة، يفضل دخول منطقة الجزاء المراوغة وركلة جزاء ركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب الوطني الجزائري بالرحمة بمجهود فردي تحصل على ركلة جزاء. طبعا هل سينفذها بالرحمة أم سينفذها إسلام سليماني؟ تقدم إسلام يتقدم إسلام يتقدم إسلام، والهدف الخامس، الهدف الخامس للمنتخب الجزائري. إسلام سليماني يسجل الهدف رقم 43، الهدف التاريخي للخضر، يعزز رصيده من الأهداف، يرفع الحصيلة إلى 43 في 94 مواجهة. لاحظوا الإعادة بثقة.